والله انت يا عم فتحي تعب نفسك على الفاضي. كان غيرك اشطر والله. هو فعلا غيري كان اشطر كتير. انا اللي ما كنتش فاهم. يا عم سلامه في ايه؟ مالك؟ اقول لك اعمل زي اخوك فتحي كده وانزل وزع صفاتك على الشركات زي النعناع في الاوتوبيسات، يمكن ربنا يفرجها عليك بوظيفه ولا حاجه. لا بقول لك يا حسني انزل من على ودنا، انا مش ناقصك. على فكره اللي انا بعمله ده صح وصح قوي كمان. غير اللي بتتريق عليه ده عمل اكتر من اللي انا بعمله، ما سابش نفسه للوهم ولا غيره ولا انصاف الحلول. انصاف ايه؟ الحلول. حلوه دي، حلوه انصاف حلول. بس احنا كنا عبط قوي قوي، اتخرجنا وجرينا نشتغل اي حاجه باي فلوس عشان نعرف نتجوز. كل اللي كان في دماغنا ان احنا يبقى عندنا ست وشقه نتلم فيها وبعد كده ربنا هيحلها. غيرنا بقى، غيرنا فكر انه لازم يتعلم اكتر، لازم يعرف اكتر، فكر ازاي ينجح. احنا بالنسبه لنا الجواز كان نجاح مع انه حاجه طبيعيه جدا كل الناس بتعملها وكل يوم. الجواز كان هدف مع انه محتاج حاجات كتير قوي عشان يبقى ناجح. فكرنا في رغباتنا قبل ما نفكر في ايه اللي نعمله عشان نعيش زي البني ادمين الاول. وانت بقى شايف اللي انت عملته ده هيخلي جليلة بقى تبقى ندمانة بقى ومتحصرة عليك؟ مش بعمل ده عشان جليلة يا حسني، انا بعمل ده عشان هو ده الصح. يا سلام، بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ ولا ما انت عارف ان ده الصح؟ ما عملتوش ليه بقى وانت مع جليلة يا حلو؟ ولا اكتشفت الحقيقة فجأة لما هي سابتك؟ انا اللي سبتها يا حسني، مش هي اللي سابتني. ولا حسني تعال ننزل تحت يا عم. لا ومعايا عايزك يا عم. مش نازل يا عم ولا رايح في حتة. انا مش هتحرك دماغي غير لما يعرف الحقيقة عشان يفوق بقى ويبطل هبل. الحقيقة يا استاذ ان جايلة سابتك عشان اختها اللي بتتجوز النهاردة، اللي عاملة فرحها في تلتين الحارة ومكلفاها عوالم ومزيكا وكهربا، تكلفة تجوزنا ثلاث مرات مش مرة واحدة بس. كل ده عشان ايه؟ عشان تثبت لنا خلاص بقت احسن من اي حد في الحارة، عشان تعرفنا ان بقت فوق وبقت غانم. حبيب قلبي جليلة خلاص زهقت من الفقر، حسابتها صح. صحيح ايه اللي يخليها ترتبط بواحد اكبر مبلغ مسكه في حياته كم مرتبه؟ تصدق يا ده حسن ان انت عيل واطي فعلا. ايوه واطي واطي، بس لازم يعرف الحقيقه، يعرف ان جليلة رمته زي ما انا رميتك بالظبط، وزي ما انا كده بعت ليلى، بعت ليلى عشان خاطر الفلوس. من الاخر كلنا كلاب فلوس. انت غلطان وريت تتكلم عن نفسك وبس. طب اراهنك واتحداك واحلق شعر زيرو اذا وصلت لحاجه. يا ابن البلد دي بتدوس على الغلابه وبتهرسهم هرس وبتطبل وتعلي اللي بيسرقها وتحط فوق دماغها كمان. الكلام ده مش صح، وانا بقى حسبت لك انه مش صح، وساعتها بقى انا اللي هشيل لك شعر راسك ده يا حسني وحواجبك كمان. استغفر الله العظيم يا رب. اقعد يا فتحي اقعد. ما تزعلش مني، انت عارف حسني عبيط مش قصده. لا هو يقصد وعارف كويس قوي هو بيقول ايه. أنا مش زعلان منه عشان كل اللي بيحصل بيقول إن هو صح، بس أنا بقى اتعلمت وشفت كتير وشفت زمايلي اللي كانوا معايا في الجامعة وقرروا إنهم يبقوا حاجة وعرفوا يوصلوا. إحنا كنا ماشيين في الطريق الغلط، مش عيب إن أنا أرجع وأمشي في الطريق الصح. ماشي يا صاحبي، اعمل اللي أنت عايزه بس ما تزعلش منه. وأنا سلام. سلام. تابع جميع حلقات مسلسل ألوان الطيف على فيو.